أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني ابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في بستان التميز النموذجية مع درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. درسنا اليوم يا أحباب من الوحدة الثالثة، يومياتي، درس من صنع يدي، الجزء الثاني في الكفاية 2-1، القراءة والمشاهدة، صفحة رقم 180. قبل أن نبدأ يا أحباب، تعودنا أن نردد سويا قيمة الأسبوع. قيمتنا يا أحباب الأمانة، وأما الشعار لا إيمان لمن لا أمانة له، وأما الدعاء دعاء الخروج من المنزل، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. درسنا يا أحبابي في المرة الماضية درس من صنع يدي، اليوم إن شاء الله سنعيد قراءة الدرس ثم نقوم بإخراج بعض الكلمات الصعبة الفهم لكي يسهل علينا يا أحبابي قراءة الدرس وفهمه. أولا التمهيد، أتأمل الصورتين الآتيتين ثم أجيب عن أسئلة معلمي حولها. أولا يا أحباب، كما نرى هنا بعض الصور الجميلة، صورة حصان ودجاجة وقطة وأرنب وبقرة وهكذا يا أحباب. أولا السؤال، ماذا ترى في الصورة؟ الإجابة طبعا تكون أرى في الصورة بعض أشكال الحيوانات الجميلة، بعض أشكال حيوانات المزرعة والطيور. مما صنعت هذه الأشياء؟ طبعا صنعت من الخشب وبعض الخيوط الجميلة وبعض الأزرار. ما الجميل في هذه الأشياء؟ طبعا الجميل في هذه الأشياء يا أحباب أنها صنعت باليد في المنزل لكي تدخل السرور على قلوبنا. الصورة التالية أيضا يا أحباب، صورة منزل. ماذا ترى في الصورة؟ أرى صورة لمنزل، أرى صورة لمنزلين جميلين. مما صنعت هذه الأشياء؟ طبعا صنع المنزلين من صنع المنزلان من الورق أو الكرتون، ورق الكرتون، ورق المقوى، وأيضا بعض الأقمشة، وأيضا بعض الخيوط. ما الجميل في هذه الأشياء يا أحباب؟ قلنا أنها صنعت من باليد، صنعت باليد في المنزل بأدوات بسيطة لكي تدخل السرور على قلوبنا. لأن يا أبطال نقرأ درسنا ثم نضع بعض الأسئلة التي يعني نحاول بها فهم درسنا. تقول أفراح، زرعت بعض الخضروات في حديقة منزلنا الصغيرة بمساعدة أخي أحمد، من مثل الخيار والطماطم والخس، وكنت أعتني بها وأرويها بالماء كل يوم. نعيد القراءة مرة أخرى يا أحباب. تقول أفراح، زرعت بعض الخضروات في حديقة منزلنا الصغيرة بمساعدة أخي أحمد، من مثل الخيار والطماطم والخس، وكنت أعتني بها وأرويها بالماء كل يوم. السؤال الآن يا أحباب، ماذا زرعت أفراح؟ طبعا زرعت أفراح بعض الخضروات الجميلة مثل الخيار والطماطم والخس. أيضا السؤال التالي، أين زرعت أفراح الخضروات؟ طبعا زرعت أفراح الخضروات في حديقة المنزل الصغيرة. وذات يوم جهزت لأسرتي مفاجأة جميلة، هكذا قالت أفرح. انتظرت تجمعهم حول مائدة الطعام ثم دخلت عليهم بسلطة أعددتها من خضروات حديقتنا، وقلت لهم هذه السلطة من صنع يدي وخيرات حديقتنا. قالت أمي، بارك الله فيك يا حبيبتي وفي عملك الجميل يا ابنتي، أن الخضروات قطفت من حديقة منزلنا، والأجمل من ذلك أنها من صنع يديك. نعود مرة أخرى يا أحباب حتى نضع بعض الأسئلة المهمة. انتظرت تجمعهم حول مائدة الطعام ثم دخلت عليهم بسلطة أعددتها من خضروات حديقتنا، وقلت لهم هذه السلطة من صنع يدي وخيرات حديقتنا. قالت أمي، بارك الله فيك يا حبيبتي وفي عملك الجميل يا ابنتي، أن الخضروات قطفت من حديقة منزلنا، والأجمل من ذلك أنها من صنع يديك.
الآن يا أبطال ماذا قالت الأم لأفرح؟ طبعا الأم قالت أشياء جميلة كثيرة. قالت لها أولا بارك الله فيك يا حبيبتي وفي عملك، وأيضا قالت الجميل يا ابنتي أن الخضروات قطفت من حديقة منزلنا، والأجمل من ذلك أنها من صنع يديك. السؤال التالي يا أبطال، ما الأجمل فيما فعلته أفراح؟ طبعا الأجمل أن الخضروات قطفت من حديقة المنزل، والأجمل والأجمل أنها من صنع يديها، أنها من صنع يد من؟ يد أفراح يا أحباب. الثروة اللغوي، مترادف كلمة أروي. أروي يعني أسقي، أروي يعني أسقي. طبعا كتبتها هنا وهنا لكي تروها جيدا يا أحباب. جمع كلمة منزل، منازل. جمع كلمة منزل، منازل. طبعا يا أحباب المترادف هو المعنى للكلمة، معناها. مثل مثلا كلمة أستيقظ يعني أصحو، ها تمام. أيضا ها أروي، أسقي، تمام. أقعد يعني أجلس، وهكذا. ها جمع كلمة منزل، الجمع طبعا تكون الكلمة تدل على واحد، ونحن نريد أن إيه؟ أنها أن تدل على أكثر من إيه؟ من واحد. فمنزل تدل على شيء واحد، ونحن نريد منزلا وآخر وآخر حتى عددا إيه؟ كبيرا. ها أيضا فنقول منازل، نقول إيه؟ منازل. لأن يبطال ننتقل إلى بعض الأسئلة. أطرح أسئلة حول النص السابق مستعينا بالأدوات من، ماذا، أين، كيف، ومتى. قلنا في المرة السابقة أن من تسأل عن العاقل، وماذا تسأل عن غير العاقل للأشياء التي نفعلها، وأين تسأل عن المكان، وكيف عن الحالة أو الطريقة، وأيضا متى تسأل عن الزمن. لأن أبطال ننتقل إلى بعض الأسئلة. السؤال الأول، من ساعد أفراح في زراعة الخضروات؟ الإجابة طبعا ساعد أفراح أخوها. ها أخوها من؟ أحمد. أحسنتم. ماذا زرعت أفراح من أنواع الخضروات؟ ها ماذا؟ أي أنواع الخضروات زرعت؟ طبعا الخيار والطماطم والخس. فماذا هنا تسأل عن الأشياء التي فعلناها. أيضا أين؟ أين تجمعت الأسرة؟ تجمعت الأسرة حول مائدة الطعام، فأين هنا تسأل عن المكان. السؤال التالي، كيف اهتمت أفراح بالخضروات؟ طبعا كانت تسقيها وترعاها كل يوم حتى كبرت وصارت جميلة. متى قالت الأم لأفراح بارك الله فيك؟ طبعا عندما أعدت طبقا من السلطة لكي يأكله أهلها أو عائلتها. أيضا يا أحباب عندما علمت أنها هي من زرعت هذه الخضروات. الآن نطرح بعض الأسئلة ثم نضع لها إجابات وافية. السؤال، ماذا زرعت أفراح من أنواع الخضروات؟ الخيار والطماطم والخس. والسؤال التالي، أين تجمعت الأسرة حول مائدة الطعام؟ طبعا. الآن يا أبطال انتهى درسنا اليوم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.